أولا بتقدم بشكر الأخ الفاضل السيد الدكتور محمد عامر على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر، والمشاركة في المؤتمر مميز ومواضيع مميزة. وإحنا دلوقتي هننتقل لموضوع أكثر تميزا بعنوان Early Detection of the Pancreatic Cancer للأستاذ الدكتور عمرو أبو المجد، فليتفضل. في البداية بحب أشكر طبعا اللجنة المنظمة والدكتور محمد عامر على الدعوة الكريمة، شكرا للدير تشير بيرسون فور ذيس نايس انتروداكشن. وطبعا لما طلب الموضوع الدكتور محمد البرعي على الموضوع الجميل الـ Early Detection of Pancreatic Cancer، والعالم كله بيتجه إن احنا نعمل Early Detection للماليجنانسي عامة، اتبدأنا بالكولوريكتال كانسر والـ HCC. البنكرياتيك كانسر ما يقلش أهمية عن الاي جي اي تي مالجنسي، لأن البنكرياتيك كانسر has a low incidence but a high mortality rate. ال patient survivor rate in case of pancreatic cancer remain almost unchanged over the past decade. The seven leading cause of cancer related death over worldwide. البنكرياتيك كانسر بيعتبر من الحاجات اللي هي باد بروجنوزس، لانه بيبقى انسيدوس جروس اند نون سبيكتوم انتل ادفانسد ستيج. العيان مينلي بيجي في الادفانسد ستيج، والابسنس في السنسيتيف اند سبيسيفيك ميثود فور ايرلي دايجنوزس، والاونلي ثيرابيوتيك ميثود ويز بوتنشال تو كيور ذا ديزيز السيرجر ريسكشن. وللاسف 10-20% من الكيسز ار سيوتبل فور ريسكشن سيرجري as over 75% of the patient as are diagnosed في الـ stage 3 و stage 4. من الحاجات اللي هي characteristic للـ pancreatic cancer انه بيبقى late onset symptom و rapid progression وللأسف الـ death of the patient. وجدوا ان 7% بس من الـ pancreatic cancer diagnosed as a localized stage من الـ disease، بعكس البريست كانسر 61%، الكولون كانسر 40%، اللانج كانسر 16%، اوفريان كانسر 19%، والبروستاتيك كانسر 91%. من اتجاه الباثولوجيكال اوفر فيو للبنكرياتيك كانسر، البنكرياتيك مالجنسي بيعتبر 95% او من مور ذان 90% بنكرياتيك داكتال ادينوكارسينوما. ومن الحاجات المهمة جدا لما بتتبعت ان انت تاخد سامبل من البنكرياتيك ماس، لان الحاجات المهمة جدا ان البنكرياتيك كانسر بيبقى ميوسين ستيننج، والانكولوجيست بيبقى مهم جدا يعرف ان في ميوسين ولا لا، لان الميوسين ده فيري سنسيتيف للكيموثيرابي. الاي بي ام ان والاسوشيتيف انفيسيف كارسينوما، لازم كلنا نبقى عارفين ان الاي بي ام ان لوحده بناين نوت مالجنان، ولكن وجدوا ان الاي بي ام ان بوتنشال مالجنانت، ومش كده وبس، ده كونكوميتنت مالجنانت، لانه بيبقى معاه ممكن يجي له بانكرياتيك ادينوكارسينوما مع وجود الاي بي ام ان. الميوسينال سيستيك نيوبلازم والاسنر سيل كارسينوما والبانكرياتوبلاستوما والسيرس سيست كارسينوما. فعكس الاتجاه عندنا بانكرياتيك سيست، وزي ما احنا قلنا البانكرياتيك سيست مينلي بتكون بناين، منها الاي بي ام ان ولكن هي بوتنشال مالجنان. الميوسينال سيستيك نيوبلازم والسوليد سودو بابيلاري نيوبلازم والسيرس سيستيك نيوبلازم اللي بتعتبر البوتنشال مالجنان بتاعها اقل من 1%. ده انا بعتبره اهم سلايد في المحاضره، اللي هي الريسك فاكتور، مين اللي هم نقدر نقول ان البريدكشن المالجنسي بتاعهم عالي. اول حاجه واهم حاجه الهيريديتري، ايزر جينيتيك اور اكوايرد او انهيريديتي، والاي بي جروب بلاد جروب، السيستيك فايبروزس، الكرونيك بانكرياتايتس. الكرونيك بانكرياتايتس بتعتبر ان الريسك اوف مالجنسي بتعدي ال 25% من البنكرياتيك ادينوكارسينوم. مش كده وبس، لو ما بيجي عيان بكرونيك بانكرياتايتس لازم تعرف ايه السبب الكرونيك بانكرياتايتس. مش بس وكده، بنشوف سن العيان، لو سن العيان اكتر من 60 سنه وعنده دايابيتس ميليتس ريسنتلي دايابيتس ميليسن، يبقى لازم تتاكد ان العيان ده هاي ريسك اوف مالجنانس، يا اما بانكرياتيك داكتال ادينوكارسينوما يا اما اي بي ام ان. والبانكرياتيك سيست زي ما احنا قلنا، في طبعا حاجات رير شويه زي السيجارت سموكينج، الاوبيستي، الدايت، الكوفي والالكوحول كونسامشن، والاسبرنت والنان ستيرويدن زي ما تفضل اساتذتي الفاضلين وقالوا في المحاضره اللي قبل، الاتش بايلوري والهيباتيتس بي وسي انفكشن. الدياجنوزس بالبنكرياتيك كانسر في الايرلي ديتكشن
هي ستيبس او تيستينج. الفيرست ستيب العيان بيجي بنعمل له فول لابس، اهمها والاونلي ماركر اللي موجود حاليا هو سي اي 19-9. بعد كده العيان مين اللي بيجي في الليت ستيج؟ بيجي بجوندس، بيجي ابدومينال بين، بيجي بويت لوس، بيتعمل له سي تي ام ار اي، او الحاجه المهمه جدا والسنسيتيف. ودكتور محمد لو انا قلت هبعت عيان بنكرياتيك كانسر هيقول لي طبعا هعمل له ايه؟ اي او اس، لان الادفانسد بتاعت الاي او اس في الديتكشن الديبلي لوكالايزد تيومر ذا ديفيكلت تو ايدنتيفاي باي ترانس ابدومينال الترا ساوند. البوسيبيليتي والحاجه المهمه اللي دايما بقولناها تيشو از ذا ايشو، وان العيان لازم ياخد سامبل من البنكرياتيك تيومر، لان احنا قلنا ان الميوسين لازم يبقى ريفيرال للانكولوجي، هي ميوسين ولا لا، لان الميوسين ريزيستنت للكيمو ثيرابي. لما قارنا الاي او اس بالسي تي والام ار اي، طبعا الاي او اس سوبيريور عن السي تي والام ار اي، ولكن السي تي والام ار اي كروشيال في الديستانت ميتاستاسيس. ولكن احنا عايزين نبقى سباقين اكتر من كده. هل في ادفانسد في الايرلي دايجنوزيس اوف بانكرياتيك كانسر؟ العالم كله بيتجه للجيناتيك سسبتابيليتي. عندنا ثلاث حاجات مهمين جدا بيعتمدوا على السيركلات دي ان ايه، واثنين المايكرو ار ان اي تيومر، والستول بيس تيست ده بيعتمد على السيركلاريتي دي ان ايه، والابيجيناتيك بايو ماركر بيعتمدوا على الدي ان ايه. وفي حاجتين مهمين جدا وبروميسنج اللي هي برضو تفضل ليها اساسيه الفاطره، اللي هي الزنجر فينجر بروتين بس نيوكليك 1 والديس انتجراند اند ميتا البروتينيز اند ثرومبوبسيدين موتيفز. الكونكلوجن، البنكرياتيك كانسر one of the most aggressive tumor with high mortality rate. The screening strategy in this patient is not visible in terms of cost effective. Recent study has shown the benefit of using screening pancreatic cancer in high risk patients such as family history pancreatic cancer who has a specific mutation known to be associated with increased risk of pancreatic cancer. So far, the only use of biomarker of pancreatic cancer is CA19-9, which has more of prognostic role and in tracking tumor recurrence after treatment rather than a diagnostic role. The methylation, the ADAMT and the PINK1 show a certain sensitivity and specific for early diagnosis of this neoplasm. And thank you for kind attention.